أطيب وأحلى يا حبيبتي يا حبيبتي يا حبيبتي. لما هتبقي أم هتبقي أم هيبقى أحسن مني وأهم. تعرفي إن شكلك حلو وأنت بتسقي الزرع؟ ميرسي. أنت بتعرفي تسقي الزرع بالليل؟ يعني هو أنا فارقة معايا ليل من النهار؟ أنت هتمسك؟ أساعدك؟ لا خلي بالك بس من الحفرة اللي تحتي. أساعدك طيب. أنا عارفة الحتة دي كويس. ما عارفة الحتة دي كويس، دي اللي بتقلقني دي بصراحة. يعني بقالك ربع ساعة بتسقي السلك يعني. أنا أتريق على نفسي، أنت ما تتريقش عليا. ما أتريقش عليك على فكرة. عم إبراهيم. نعم. هي المية فين؟ عند الكنكة أهي. أنا المرة اللي فاتت سقيت الشجرة الصغيرة، إذن المرة دي بقى أسقي الشجرة الكبيرة. انا لو عيني تشوف غيرك بص قدامك يا حبيبي، انا مش هفتحها واي كلمه حلوه مش منك مش هسمعها. وانا عاصر على نفسي ليمونه بستحمل وبقول مجنونه، وانا عاصر على نفسي ليمونه بستحمل وبقول مجنونه، وانا عاصر على نفسي ليمونه. زغرات يا بنت زغرات. نور بتفكر تشتغلني ازاي صح؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. طب عرفت منين طيب اذا كانت ريحتي لسه ما لحقتش توصل لك؟ حسيتك وانت جاي. احبك وانت حسيس عسل. تكتبي ايه؟ مش انا علمتك؟ اه. دي ايه؟ ب. شاطر. ودي ايه؟ ح. ايه ح. ودي ايه؟ ب. برافو. ودي ايه؟ شاف. ها. كاف. برافو. تبقى ايه؟ ب ح ب كاف عفاف. استظراف. ايه بحبك. ايوه بقى. ايوه بقى. ايوه بقى. ايوه بقى انت. صباح الفل. صباح القرف. بتبوس. بس يلا بتبوس في النادي. ها اسلام صح؟ صح. الله اكبر. انا شفتك فين قبل كده؟ مش الغرض. فين الحته؟ سارة. فين الحتة؟ سارة. ايوه دي الحتة الطرية. فين الحتة المومية؟ بالنسبة لانك جاي تتليف هنا يعني. يا عم انجز اخوك ما اشفر. خد وما تورنيش وشك هنا تاني. ايوه. خد دي. ماشي يا ذوق. ادي كمان. يلا معيش بنزين يلا. حط جاز او قشطة. ايوه. هموت انا. حبه قوي. بيبوس يا بيبوس يا بيبوس. اشمعنى؟ مبدئيا اول ما نتجوز كده نفسك في كام عيل كده؟ نبدا بكام مثلا؟ تسعه؟ تسعه؟ ايه اتخضيتي ليه؟ ده احنا كده بنقول يا هادي ده انا في حياتك عيال، ده انا هجيب كل يوم عيل. كل يوم عيل؟ كل يوم. لا ده انا هجيبك قوي. هو انت بتحبني بجد؟ يوه يا ساره السؤال الغريب ده. يعني انت بتحبني بجد وانا صعبان عليك؟ اه وبتشفق عليا ومتعاطف معايا؟ لا بموت فيك يا ستي. انت فاهم انت داخل على ايه؟ احنا لما نجيب عيال انا مش هعرف اعمل اي حاجه غير اني اولدهم. انت اللي هتغير لهم، انت اللي هتذاكر لهم، انت هتقول لي حلوين قد ايه. يعني لما اجي اغير لهم مش هبقى شايفه حاجه، لما هدومهم تتوسخ هغسلها لهم عشان عيالي، بس لو فيها بقعه مش هشوفها. انت اللي هتقول لي، انا هبقى حمل تقيل عليك قوي. انا مرعوبه تسيبني او تندم انك حبيتني. انا اسفه. انت بتعيطي ليه دلوقتي؟ عشان خايفه تسيبني. اسيبك ازاي؟
انا اسيب الدنيا كلها وانت الوحيد اللي ما سبتيش طبعا. تعبيطة. يلا بوسه وحضن كبير لعمه كبير كبير. الله. ايه ده؟ اي ايه اللي بيحصل ده؟ ايه اللي انا شايفه ده؟ ايه اللي بيحصل ده؟ ايه اللي انا شايفه ده؟ تغزل عمال يتمخضر بل دهله ويتقل اكتر ويقول كان غيرك اشطر كان يدري ما انا عليه. I'm so proud of you. You are so talented. And I'm sure your country is proud of you. Thank you, sir. I hope I'm always up to your expectations. I'm sure of that. اقول لك ايه؟ شكلي حلو كده؟ حلو يا بخت اللي هتتجوزك. افتحي بقك. صدقي يا هبله عندي صداع ابن لذينه. يا لهوي سلامتك. الله يسلمني. ايه؟ هتتجوز يا سيدي وهتتظبط. عارفه لو جوزك لمسك هتباحك. بقول لك يلا الواد عادل صاحبك اللي في ايطاليا تعرف يجيب لنا قرار طارق؟ لا ده الواد ده مجنون يا عم انا ما بكلمش. بقول لك ايه؟ ما تجيب لي زي دي. خدها؟ لا يعني عايز زي بس جلد ما بحبش النوع ده. عايز سلسله جلد؟ قشطه. بالنسبه لحسام لو جه هنا هعرف. ها؟ يلا. ايه خير؟ سلام. عب سلام. يا نهار اسود. ده مين اللي خد من ده؟ ولا صبحي؟ انا اسلام يلا. بقول لك ايه؟ اخويا خد حبيتين من البرشام المخدر بتاعي يلا. شوكت ولا شوكت يا ابن اللذينه وحشني جدا. ما قلتليش يلا عملت ايه في قضيه الحشيش بتاعتك؟ حشيش؟ انفرمنتو جودز فتشوا العربيات دي. مالك يا معلم انت في ايه؟ ايه؟ انت شارب ولا ايه؟ انا عايز اعمل حمام باي شكل. طب ما بتعملش زي ليه؟ ايه؟ حته ازازه فاضيه ترميها في العربيه. اول ما بتزني تييييت وهو بيشرب منها وهو ما حصلوش اي حاجه. يا عم يا بس قدرت تكلوا على الله. يعني حضرتك ظنيت بينا ظن سوء. ده شكل حد ممكن يشرب بانجو؟ انت بصراحه شكلك نكته. بمناسبه النكت يا باشا يعني تحب اسمعك اخر نكته؟ قول. واحد دخل مستشفى المجانين لقى كل المجانين بيقولوا له ايه؟ احنا في شهر 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 احنا في شهر. فلقى واحد قاعد ما بيعملش اي حاجه قال له ايه يا ريس انت ما بتحتفلش مع اصحابك ليه؟ قال له حتى امك سيبني دلوقتي انا لازق في الحله. خلصت كده؟ طبعا استاذن يا باشا. أنا عايز أقول لحضرتك على حاجة بس أخيرة. يا عم وحياة أمك كفاية رغي بس بالطربوش اللي جايب لك الكافية ده ما تلبسش البتاع ده تاني. هاتها. إيه ده؟ الحاجات دي جت منين؟ اتفضلوا امسكوا. زي ما أنتوا زي ما أنتوا زي ما أنتوا زي ما أنتوا. مش هكمل لك القضية بقى. خد عنك. أي خدمات يا باشا. ربنا يكرمك يا أبو حميد. حبيبي أمرني. ما كنتش عارف أبات فين النهاردة. النهاردة يا معلم ده بالرجل دي فيها 25 سنة. ربنا يكرمك يا معلم. حبيبي. أبو حميد. أمان عليك. الطربوش والقانون الشنب ده دي لامي قول لها لو اتزنقت تبيعه كله كله. اصيله شوكت والله. بس انت مش اصيله يا صاحبي. ليه يا معلمي؟ انت قلت لها تديني برقبتك. يا معلم رقبتي وجعاني والله يا معلم. لا اسكن كده تمام. يلا بينا يا رجاله. بوكس مننا يا رجاله. سلام يا شوكت. سلام يا حبيبي. مالك يا بنت واقف كده ليه؟ ايه ده؟ بص انا هقول لك على حاجه بس اعذرني ما قلتلكش. بس خاصمك النبي والنبي ما تعمل في اخوك حاجه. ها؟ اسلام بيحط برشام المخدرات جوه علبه الدواء عشان انت ما تعرفش. الدواء دي اللي انت خدت منه قبل ما تنزل. ما تعرف
على فكرة ما كنتش ناوي مد ايدي عليك، انت اللي مديت ايدك الاول، بعدين كبرت وبقيت زي الشحط وايدك تقلت. يلا يا عبيط انا حاسس بيك، مش معنى ان في حاجة ضاعت في حياتك يبقى كل حياتك ضاعت. قوم بقى بطل هبل، قصوا يا ولد، حتى امك ما تبصليش بعينيك الحلوة دي بس وتسبلي. المفروض اضعف انا كده بقى؟ ها رهام انا اضعف؟ ها طب ضعفت، تعال معايا ما تيجي عسل عسل. يا حلوة كده والبيس اللي تستهوي. ياه يفكرك بايه المكان ده؟ بايه؟ يوم ما اتخطبنا يا حبيبي. وين يا عم الجو ده؟ اقول لك نكته؟ مره واحد راح يجيب فول لقى المحل مقفول. حلو حلو. بقول لك واحده احلى؟ بيقول لك مره واحد راح يجيب سجق لقى المحل مغلوق. بس هلا وعيدك دي يا جرع. اوعى يا جرع انت خد خدك ده شرف اهلك ده. اوعى نزل يا مؤمن يا سافل. لا اتقطعي بوس بلاش عشان اشرب ايه؟ عندك ايه؟ دكتور سمير انا مش هوصي حضرتك على سارة، دي أول مرة تسافر وتسيبني عشان خاطري يحطها في عينيك. ها؟ لا لا ما تقلقيش عليها. خد بالك يا بنتي طبعا. وبعدين هي مع حبايبها قاعدين وكلهم بيخافوا عليها. اتفضلي حضرتك. أنا هستأذن دقيقة واحدة أخلص بعض الإجراءات وأرجع لك تاني. أوكي. اتفضلي. هو نور اتأخر كده ليه؟ أنا مين؟ أنت اللي بحبه أنا. جيتك من آخر لبنان. لبنان إيه يا عم بالصوت ده يا عم؟ يا ابني أنا مستر ليبنون، أنت عبيط ولا إيه؟ مستر إيه؟ ليبنون، ما عندكش فيسبوك ولا إيه؟ فيسبوك؟ يلا يلا مش من هنا يلا. أنا جاي آخد حقي. حقك فيها بس. دي حقي. دي حقك في إيه؟ دي حقي، يلا بينا على موتور ما. يلا يا عم كائن حي غريب أنت، امشي امشي. أنا هيجي هناك وهعمل لك إقرار. اسمعني يا عم المدير. قوم قوم يا عم المدير. علموا العيب. لا ما ينفعش معانا الحاجات دي، انت فاهم ولا ايه؟ انت عبيط. ايوه افضل انت كوش على كل حاجه كده، ربنا ينتهي منا يا عم. يا مفترق هو اكون نسيت الشاحن؟ لا لا ايه ده؟ لا 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 لا. ايه يا عم انتوا تعرفوها؟ وحشتيني. وحشتيني جدا. وانت كمان. يخرب بيتك. يخرب بيتك انت. يخرب بيت اهلك بجد. ايه ده انتوا وحشتيني بشكل فيه شبق رهيب يعني. مصدقك والله العظيم وحشاني. استغفر الله العظيم يا رب. ايه ده بقى الشغل الجديد بتاعك؟ ها انا بشتغل هنا. اه والله مكان حلو قوي على فكره. ايه طه كريم صحابي نهى اللي قلت لكم حكيت لكم عنها زمان اللي هي بتاعت مصلحتها دي اللي هي تهزيه تهزيه جدا. ازيك؟ انا هكلمك وكيلك اوضتك. ها طيب يا رب مستنيك. لا بلاش الاوضه. بصي انا هظبط انا اي ممكنه كده تجمعنا. إيه؟ عشان الشباب ينبسطوا يعني وكده. يلا اي ماشي مستنيك. يلا باي. في ايه؟ في ايه؟ في هموت هموت. قولي لي بقى اكتر حاجه بتحبيها في الراجل ايه؟ هنبدا بشخصيته وبعدين جسمه وبعدين شكله. شخصيته ان هو يبقى يعني راجل بجد كده، يحتويني ويغير عليا واحس ان انا مطمنه وانا جنبه. انا يعني جسمه بقى؟ جسمه بقى يبقى عريض المنكبين يعني واثق في نفسه وهو ماشي. ايوه ايوه يعني فاهم ازاي؟ احس كده ان هو امور. طب يا ستي وشكله؟ شكله بقى حاجه مهمه جدا. بس الحقيقه مش بالنسبه لي اني مش هبقى شايفاه اساسا. اهم حاجه يكون حنين ويراعي ربنا فيا. انا بقى يا ستي اكتر حاجه بحبها في شخصيه البنت وسطها. عارفه إيه لما تحط ايدك كده وانت بقى. لا لا اتكلم معاك بجد. اكتر حاجه بحبها في البنت لازم تبقى حنينه وطيبه. يعني اول حاجه بشوفها في الانسان اللي بحس ان انا هرتبط بيها ينفع تبقى ام لاولادي ولا لا. زي ما انا اول ما شفتك مثلا اول حاجه في دماغي ان انت ما تنفعيش لاي حد. لا بجد انا من اول ما شفتك وانا حاسس ان انت الوحيده اللي تنفعي تبقي ام لاولادي. اه صحيح انا بجيب لك هديه وعارف ان هي هتعجبك لان انا عارف ذوقك كويس جدا. ايه رايك؟
الله دي لونها تحفة. لا انا عارف ان ذوقك كده ايه بيئه وبتحب الحاجات البلدي دي. ايوه مصريين؟ مصريين كتير مهضومين وبتلبقلك كتير. ميرسي يا حلوة اصحابي. اهلا وسهلا نورتوا لبنان. منوره باهلها يعني طول العمر. اكيد ميرسي ومنوره فيكم. شو برمتوا ولا بعد؟ لا هلا ما برمنا بعدين رح نبرم. ايه برمنا ده؟ يعني نمشي ونلف وكده. بنلف بنخرج يعني؟ لا هلا ما برمنا بس ده احنا هنبرم للصبح. صح. انتوا ما لازم تتركوا ولا محل ما تروحوا عليه وخصوصا عن هون بلبنان. ايه بعرف لبنان مشهوره كتير بالمناظر الطبيعيه. وانت اذا بتحب تعمل شيء لازم تشوفي كل لبنان 100%. هبين. طيب انا رح اترككم شوي تنبسطوا وما تنسوا تضغطوا على كل اللي عليكم. ان شاء الله تنبسطوا هون. كبه. اوكي يلا تشرفنا. باي. كشري. هيدا هو. ايه؟ ايه اللي حصل؟ في لبنان بقى يعني لك دخيله انا. حاسه اني شايفه المكان من صوته وريحته وكمان حاسه اني شفتك. حلمت بيك كتير. حلمت بيا؟ شفتيني ازاي بقى؟ شفتك ابيضاني وشعرك مصفر. مش شعري اصفر قوي يعني هو بصي بني مصفر شويه كده يعني. وعينيك زرقاء. طيب يا ساره واضح ان انت حلمتي بالاستاذ حسين فهمي فهضطر استاذن انا بقى عشان انت مش حمل صدمات الحقيقه اكتر من كده وانا ما اتعودتش اخدع حد. انا في حاجه نفسي اعملها ومكسوفه مني. لا 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 بوسيني عادي انا ما بقفش من البوس على فكره. يلا. أنا قوي عليك. عارف أنا نفسي في إيه؟ إيه؟ نفسي أطير وأجري. نفسك تجري ها؟ على فكرة نفسك ليه يعني؟ أنت هتجري فعلاً وأنا هجري معاك. يا سلام. وهغمي يعني البتاع اللي معاكي دي وهنجري إحنا الاتنين.